يعني رسالة عارف انا اللي عجبني بيناشد فيها ضمائر يعني الفنان زي ما احنا بنقول الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على تويتر كتب حاجة على هذا اللاعب على محمد حسن وده كلام مهم على الناحية الإنسانية. قال القبطان نبيل الحلفاوي دلوقتي انا كل اللي يهمني في مشكلة امبارح الشاب محمد حسن أرجوكم ارحموه لاعب كل ذنبه إن الكرة ارتطمت بإيده قبل ما تدخل المرمى شاب محترم لم يقصد لمس الكرة بل وربما كانت يده ثابتة كما قال ولم يفرح بالهدف أو يتظاهر بالفرحة لم يعترض بعد إلغاء الهدف أصابه الحزن واعترف للحكم ولمدير الكرة بفريقه والإعلاميين. أستطيع أن أتخيل حجم الضغوط والتهديدات التي تعرض لها بلا ذنب والتمس له العذر في محاولة التراجع وناشد الجماهير من الجانبين والإعلام عدم التعرض لمن لا ذنب له إطلاقا خاصة وأن ما حدث لن يؤثر على أي طرف. أثق بأن الإسماعيلي لن يهبط إن شاء الله والدوري بالقطع للأهلي حتى لو كان فقد نقطتين أمس فلا مصلحة غير مباشرة حتى للزمالك لو كان الأهلي تعادل. اغلقوا هذا الجدل وتخيلوا أن محمد حسن هو ابن لكم شاب محترم حساس يعشق فريقه سوء الحظ أوقعه في مرمى سهام بلا ذنب جناه إطلاقا. بيقول نبيل الحلفاوي عن نفسي لن أستمر في هذا الجدل وسأكتفي بالبلوكات لمن لا يحترم نفسه. هو الحقيقة تلخيص رائع وبسيط وصادق لموقف نجب أن نقف جميعا في هذا الأمر يعني حقيقي يعني. خاصة أنه يا جماعة زي ما قال الأستاذ نبيل الحلفاوي أنه محمد حسن اعترف حتى لمدير الكورة